نرحب بمدرب نادي الخرموم الكوتش فينسنت ألبرتو وقائد نادي الخليل خلدون الحمام. المؤتمر الصحفي الثاني الخاص كما ذكرنا سابقا مباراة إياب نهائي كأس فلسطين بين أهل الخليل وضيفه شباب رفح. مباراة الذهاب انتهت بهدفين مقابل لا شيء لشباب رفح. نطلب من المدرب ألبرتو وخلدون الحمام يتحدثوا في 30 ثانية كل على حدة للحديث عن أهمية المباراة، بعد ذلك نتلقى الأسئلة من الزملاء الصحفيين. They will perform very well, and I'm sure the most important thing is they can perform very well. They give all heart for this 90 minutes. يعني أقول أنا متأكد إنه اللاعبين هم يدربوا بشكل جيد وإنه راح يدربوا لهذه المباراة وبعد إنه رجع في الميدان ومتأكد إنه راح يأدوا في 90 دقيقة المطلوب منهم. وأنا مثلاً في الأهلي اليوم. تاريخ النادي الاهلي وتكون تاريخ لنا كلاعبين ان شاء الله.